وفي مراكش تختتم اليوم قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 14 والتي بحثت عدة قضايا ترتبط بواقع الاقتصاد العالمي ومناخ الأعمال والتجارة ودعم الاستثمار وكذا جهود الدفع بالشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية. كما تمثل القمة التي تتيح إحداث شراكات أعمال ثلاثية بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا موجهة نحو المستقبل، تمثل فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مفدنا إلى مراكش عبد المولى أبو خريس. عبد المولى أهلا بك. مرحبا لينا، مرحبا مشاهدينا الكرام. عبد المولى، اليوم هو اليوم الأخير، ماذا عن اليوم الأخير من هذه القمة والمنتظر من خلاصات تتعلق بها أيضا؟ نعم لينا، ينتظر يعني بعد حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة من الآن أن تحتضن هذه القاعة خلفي الجلسة الختامية للقمة، قمة الأعمال 14 الأمريكية الأفريقية، بعد 3 أيام حافلة من اللقاءات والموائد المستديرة واللقاءات الثنائية بين صناع القرار بكل من إفريقيا وأمريكا وأيضا المغرب حول قضايا متعددة. منذ صباحة اليوم تواصلت فعاليات اللقاءات وكذلك الحوارات المستديرة والورشات حول قضايا متعددة تهم القارة الأفريقية ومستقبلها، وعلى رأس القائمة التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التجارة والاستثمار. الجائحة بيّنت أن النساء تأثرن بشكل كبير وتأثرت قدراتهن المالية من خلال 2 سنة من عمر الجائحة، وبالتالي التفكير جديا في وسائل تمكينهن اقتصاديا وتحقيق الاستقلال المالي. كذلك هناك مسألة التمكين الاقتصادي للشباب وأيضا تعزيز قدرات الدول الأفريقية فيما يخص سلاسل القيمة العالمية، خاصة الدول المحيطة المطلة على المحيط الأطلسي. لتذكير، المغرب احتضن قبل أسابيع قليلة اجتماعا للدول المحيطية المطلة على المحيط الأطلسي، والتي أكدت على ضرورة الشراكة وبناء مستقبل في ظل توافر مجموعة من الإمكانيات التي تتقاسم في هذه الدول على مجموعة من الأصعدة. كذلك كانت قطاع السيارات الذي يعتبر أحد روافد الإقلاع الاقتصادي للقارة الأفريقية في أحد الورشات التي ما زالت تستمر إلى حدود الساعة بمشاركة مغربية فاعلة من أجل تسويق تجربته في هذا المجال الذي راكم فيه كثير من التجربة، وذلك عبر احتضان مجموعة من الشركات العالمية خاصة الفرنسية، وذلك بتوفير بيئة حاضنة من خلال الأطر القانونية الملائمة وأيضا عبر توفير يد عاملة مكونة على أعلى المستويات. كذلك هناك مسألة القطاع الصحي، كان هناك حضور كبير لعدد من الشركات الأمريكية الفاعلة في مجال الرعاية الصحية من أجل تسويق تجربتها الغنية في هذا المجال، القطاع الذي يحقق في الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، لكن هنا بالقارة الأفريقية بيّنت الجائحة ضعفا كبيرا وبيّنت أنه في حاجة إلى قطاع خاص فاعل في المجال في المستقبل يدعم القطاع العام المنهك جراء الجائحة. فبالتالي من المرتقب أن تكون الجلسة الختامية وفعالية الجلسة الختامية تمثلا لجميع ما تم التطرق إليه خلال اليومين الماضيين وأيضا خلال صبيحة اليوم، وسيتم ترأسه بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي والمبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي ومساعدته المهتمة بالشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى حضور وزراء أفارقة للتجارة والصناعة. وطبعا كان هناك خلال الأيام الماضية حضور لشركات متعددة الجنسية التي تعتبر ربما الأداة الإجرائية من أجل عكس هذه الإرادة السياسية التي عبرت عنها الدول على أعلى المستويات. وأيضا طبعا المغرب كان حاضرا في كل هذه الجلسات التي كانت في الأيام الماضية، وأيضا في اليوم عرفت حضور لشركات كبيرة مغربية على رأسها المكتب الشريف للفوسفات وغيرها من المقاولات التمويلية. فبالتالي كما قلت بأنه خلال هذه الجلسة الختامية ستعتبر انطلاقة لتكريس وكذلك لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية وتمت مناقشته خلال الموائد المستديرة، وكذلك سنتعرف في البيان الختامي على أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتلك التي سيتم التوقيع عليها في الأيام والساعات
السنوات المقبلة، كما قلت في ظل الإرادة السياسية وكذلك الإرادة الفاعلة لمجموع المشاركين الذين تجاوز عددهم 1000 بالإضافة إلى مئات الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات في مواضيع متعددة، كما قلت على أساس يعني على رأسها الانتقال الطاقي وكذلك الاندماج الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية للأفارقة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والشباب. مفدنا إلى مراكش عبد المولى أبو خريس، شكرا جزيلا لهذه التوضيحات، وبالتأكيد سنلتقي بعد توقيع البيان الختامي لهذه القمة الأمريكية الإفريقية.